عشان ياخدوا بالهم من الفيروس ده. بص ربنا يديكوا الصحة، مش هقول أكتر من كده، ولكن هو فيروس صعب، وأنا بقالي تقريبا 3 أسابيع، وكانوا 3 أسابيع مش هينين. وطبعا لازم الناس كلها تاخد فعلا إجراءاتها، والإجراءات الاحترازية والتباعد، إن هم يلتزموا فعلا بالماسكات، إن هم يلتزموا فعلا إن يكون في تباعد في التعامل، لأن فعلا هو فيروس ما تقدرش تقول إن أنا في حاجات، في حاجة ممكن تقول إن هو إيه ده بسيط، ده شديد، ده قوي. حقيقي ملهاش منهجية، يعني ملهاش منهج معين. في بعض الأحيان بيجي بسيط، بعض الأحيان ما بيجيش بسيط، فهو له تبعيات. ربنا يسلم ويحفظنا منه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، فضل من عند ربنا. أنا أول نزول ليا النهاردة ومتشرفة بيكم، متشكرة.